بعد ما شفنا حالة الطقس وعرفنا درجات الحرارة، تعالوا نعرف أخبار العملات وأسعار الذهب وصلوا لإيه النهاردة. وخلوني أبدأ معاكم بسعر العملة وتحديدا من الدولار الأمريكي اللي سجل سعر الشراء النهاردة 18 جنيه 27 قرش، أما البيع 18 جنيه 37 قرش. بالنسبة لليورو النهاردة 19 جنيه 79 قرش، ده للشراء، أما البيع 20 جنيه. الجنيه الاسترليني الشراء 23 جنيه 72 قرش، أما البيع 24 جنيه و3 قروش. الريال السعودي 4 جنيه و86 قرش، ده للشراء، أما البيع 4 جنيه و89 قرش. أخيرا الدينار الكويتي 57 جنيه 63 قرش، للشراء، أما البيع 60 جنيه و25 قرش. تعالوا كمان ننتقل للذهب ونشوف أخبار أسعار الذهب إيه اللي مجاني الناس الفترة دي. نشوف وصلت أسعاره لإيه. من عيار 18 مثلا النهاردة سجل 845، أما عيار 21 986 جنيه، عيار 24 1127 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب لسه منزلش 7888 جنيه. دي بالنسبة لأسعار العملات والذهب النهاردة.